مرحبا بكم في قناة عبدو سبورت ديزا. يتجه اللاعب صاحب الأصول الجزائرية والظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي اللاعب ياسر العروسي لحجز مكانة مع الفريق الأول للنادي الإنجليزي، وذلك بداية من الموسم المقبل، حيث تعلق اللاعب بشكل كبير في منصب الظهير الأيسر مع فريق الرديف. كما أن المدرب الألماني يورغن كلوب معجب كثيرا بإمكانيات اللاعب، وهو ما جعله يستدعي من أجل المشاركة في بعض المباريات مع الفريق الأول، وخاصة مباريات الكأس، وذلك من أجل منحه فرصة اللعب في المستوى العالي، خاصة وأن اللاعب يبلغ من العمر 19 سنة فقط. والشيء المعروف عن المدرب الألماني يورغن كلوب هو منحه فرصة اللعب للاعبين الشباب، وذلك منذ كان مدربا لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، مع العلم بأن هذا الأخير معجب حاليا بثلاث لاعبين يلعبون في فريق الرديف لنادي ليفربول، وعلى رأسهم الظهير الأيسر ياسر العروسي، حيث يرغب المدرب الألماني في تقية هذا الثلاثي للفريق الأول بداية من الموسم المقبل. وفي حال تمكن اللاعب ياسر العروسي المشاركة ولو في بعض المباريات مع الفريق الأول لنادي ليفربول، فأكيد ستفتح له أبواب الانضمام لكتيبة جمال الماضي، خاصة وأن هذا الأخير أكد فيما سبق بأنه لن يستدعي اللاعب العروسي لأنه لا يشارك مع الفريق الأول لنادي ليفربول. سلام.